اسمي مروة. أنا من حلب الجنوبي، أنا حوش وبد وبيع. تنجم تضحك. نطلع على هالجبل، الطريق الصعب والجبل الوعر، وجبل وعر كتير. بنخاف من الضباع، بنخاف من الوحوش، بخاف على البنات انه وحده بتنطب او تنكسر، او بخاف عليهم كتير. وبعد هالعذاب كله الحمد لله رب العالمين، بيطالعوا 30 ليره 35 25، بيبيعوا الباقه ب10 او ب5 على مفرق المخيم. نطلع أنا أختي، نحوش ورد نجيبه على البيت، نعمله ضبات ناخده ونبيعه، بيع الضبة ب10 ليرات، هيك أنا نعيش. نتمنى نقعد بالمدرسة، نتمنى نرد على بلادنا.